الأردن عضو في المعهد العالمي للنمو الأخضر. كان ولا زال للمعهد برنامجاً داخل الأردن منذ عام 2014، ويعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة لتطوير وتنفيذ خطط العمل التنفيذية المتعلقة بالنمو الأخضر، بالإضافة إلى برامج التغير المناخي. يعتبر المعهد العالمي للنمو الأخضر أحد الشركاء المهمين والاستراتيجيين لوزارة البيئة في مجال النمو الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. في عام 2017 تم تطوير وإطلاق الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن التي اعتمدت من رئاسة الوزراء كخارطة طريق للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ولوضع هذه الخطة التنفيذية حيز التنفيذ، أطلق في هذا العام 2020 الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تتكون من 6 خطط تنفيذية تغطي قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والسياحة والنقل. تشمل الخطط الوطنية للنمو الأخضر 86 إجراءً ذات أولوية للتنفيذ بحلول عام 2025. تلك الإجراءات من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية 5 للنمو الأخضر، وهي: النمو الاقتصادي المستدام، رأس المال الطبيعي، الحد من التغير المناخي والتكيف معه، كفاءة استخدام الموارد، التنمية الاجتماعية والحد من الفقر. رغبة في إذكاء الوعي والإدراك بتلك الأهداف 5، فإن المعهد العالمي للنمو الأخضر قد قام في عام 2020 بإطلاق برنامج لبناء القدرات أطلق عليه اسم أكاديمية الأردن للنمو الأخضر. برنامج أكاديمية الأردن للنمو الأخضر هو برنامج تبلغ مدته 14 أسبوعاً، وتم عقده في الفترة من أيلول عام 2020 وحتى كانون الأول 2020. شارك 52 من المختصين في برنامج أكاديمية الأردن للنمو الأخضر، وكان من ضمنهم موظفين حكوميين من عدة وزارات وغيرها من المؤسسات المحلية والوطنية. استجابة للبروتوكول الصحي المتعلق بجائحة كورونا وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في عام 2020، فقد تم تقديم البرنامج عن بعد بنسبة 100%، وتم استخدام المنصات الإلكترونية وشبكة الإنترنت لتقديم المحتوى والمحاضرات وتسهيل المشاركة في نقاشات تفاعلية. ولقد استفاد المشاركون من مجموعة من الخبراء العالميين والمحليين في مجال النمو الأخضر، وحصل 34 مشاركاً على شهادات إتمام الدورة بعد إتمام الاختبار النهائي واكتسابهم للفهم المطلوب حول النمو الأخضر من خلال وصف مشاريع مكتملة أو في مرحلة الإنشاء في الأردن. نتيجة لهذا البرنامج، فقد نما وترسخ لدى المشاركون فهم أعمق للنمو الأخضر في الأردن، وأصبح الآن هناك شبكة أقوى من خبراء مجال النمو الأخضر ومناصريه لدعم الخطة الوطنية للنمو الأخضر. Green growth opportunities are available in all sectors including water, energy, transportation, waste, agriculture and much more. When we are working towards the green growth, we are addressing climate change and taking adaptation and mitigation measures.